مرة مشيت للستاد؟ أول مرة مشيت للستاد مشيت أنا ومعناه قلت ما عندي ما نعمل خلينا نمشي أنا وقتها كي مشيت نلقاها معناه ما وقت تشوف أنت جو في الستاد الدنيا أخرى راهو خبز صابون وعظام وبعدين كذا ماهاش فيراج ماهاش فيراج كابتن مازالوا فيراج كذا تمشي كذا خبز صابون وعظام وجو يبدا أوكي بداوا مستلبسينك في اللعب كل عسكر تفيدوا كل عسكر تفيدوا أنت ناقص موسى عليك خالك وتدخل يا خويا وتدخل يبدا يشوفوا في الستاد وتبدا يا جماعه وديما بفضايحكم لا 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 وسبع يقولوا الاخرين ديما بفضايحنا وحد ما يربحنا وسبع المشكله كي يجي هجوم حد الهجوم يجي والناس الكل توقف وانا ما نعرفش اول مره قلت يا خويا واحد عيب يوقف مع الرجال اش قال نعمل انا وقفت يا خويا واحد عثمث مقلص ورايا لابس هكايا حوايج والكل قشميه وعمامه وباش واحده من هنا زاورف زار لي فين قتلتك ترس غادي ما عادش تقوم قلت هذا مولا استاد اخوي قال لي ما عادش تقوم ما عادش تقوم مام با دارجين اخرين يتمركبوا انتو كي يتمركبوا انتو شو يقول لك يا اخوي شو يقول لك بوس وتعنيق ورجال باش لغبها تبكي يا خويا ماركينا يا خويا وبزهرك السيد هذاك العثمث اللي ورايا مولا القشبيه شدني هكا تكتك لي سلسولي بوس فيا وسب تقول ناس تحفزلوه يا خويا ماركين ولحت تقول بروس ميتاليك من هنا ندبني مش مندوب الثقافه مندوب من دي مشيت ندبان احنا كاكا يا خويا دقيقتين اخرين تبارك النيل هيا قلت يا بربي جاي تبارك النيل باخي خزر ليك الخليقه ورايا قال لي سافا النيل قلت له شنو نتاع مصر تعادل باهي عجبك قلت له ما هو هذيك الكوره مره هكا ومره هكا قال لي لا هذاك منظرك الاحرف شنو هو هذيك خلقتك الكلبه انت جيت عملنا تعادل المره الجايه تجي نقطك قال لي استاذ يا لطيف هاك هاو قصدت ربي هاك سليتها جوينيه نمشي نلقى الكهرباء كاني فيراندا واقفه على عرس مدقدقه واحد ذميم ويجبد وعازرين يجبد عنده خص الزين شويه خص القدافي من الشيره الاخرى كح في الكهرباء دقدقها قلت له يا اخوي كلم فيك هذيك راك كهربت قال لي وذيك وذيك مش بينانتي هذيك الاربيتر يجبد فيه من مريول والاربيتر ما يعطيهوش بينانتي يا ودي كهربتي مش كهربت الاربيتر وعلى قد ما هو ذميم قد ما هو مسمم متراني هو ورقعها فيا تسترتفعتيش تسترتفعتيش اما انا ما سكتلوش جحرت